بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة بعد ما تعلمنا معظم الأوامر الموجودة في برنامج الشوت كات وخدنا فكرة عامة عنها وبدأنا نشتغل ونطلع شغل كويس عن طريق تجميع بعض مقاطع الفيديو لزقها أو قصها أو نسخها وإعادة تجميعها أو مجموعة من الصور وتركيب عليها صوتيات أو وضع لوجو أو شعار أو علامة مائية لحفظ حقوق الملكية. النهاردة بدأنا ندخل في الجد، هنبدأ نتعلم مهارات بجد في المونتاج. واحدة من أهم المهارات ومن أهم القطع السينمائية في هوليود وفي معظم الأفلام العالمية واللي بنسعى إن احنا نخطو خطوات كبيرة ريادية في هذا المجال هي الكروما. الكروما أو الجرين سكرين اللي هي الشاشة الخضراء، ده زي ما احنا شايفين إنها واحدة من أهم المهارات أو من أهم القدع في البرامج العالمية، مهارة لا غنى عنها سواء كنت مبتدئ أو محترف في مجال المونتاج. لو احنا بصينا للشاشة أو الصورة اللي قدام حضراتكم هنا هتلاحظوا فرق كبير. جبنا شخص وتم حطه بمجموعة من الأصوار و لوحة أو خلفية أو قماشة باللون الأخضر، اللون الأخضر ده الكروما يا شباب، اللون الأخضر ده الكروما، تمام؟ جاء المخرج بعد ذلك أزال اللون الأخضر عن طريق أحد البرامج وركب عليه صورة متحركة إن الشخص ده بيبص على العالم كله، تمام؟ هنا أدي الفرق ما بين الاتنين، وهنستعرض بعض هذه القطع وهنتدرب عليها مع حضراتكم. أسفل هذا الفيديو سوف تجدون الرابط الخاص بتحميل برنامج الشوت كات. هنستعرض دلوقتي نموذجين من هذه النماذج، هذا هو النموذج الأول، هنشوف نموذج تاني برضو لعملية القطع السينمائية ثم نبدأ مع بعض الشرح العمل. ده النموذج اللي احنا شرحناه مع حضراتكم، ده النموذج التاني. في النموذج التاني عبارة عن ديناصور تم تصميمه، ديناصور تم تصميمه عن طريق برنامج الجرافيكس، بتكون خلفيته خضراء وبعدين بيتم تصويره بالفيديو، بيتم تصويره بالفيديو وبيكون في اشخاص حواليه وبتكون في السماء وفي الشمس طالعه وكلام من ده، وبعدين بيتم تركيب المشهدين على بعض. المشهد اللي تم تصميمه بالجرافيكس بالخلفيه اللي باللون الاخضر والمشهد الفعلي المتحرك، وبكده قدرنا نصنع تصور فعلي بيدي ايحاء بمقدار الخدعة السينمائية اللي بتتم. تعالوا بينا نبدأ الجزء العملي. بعد ما حضرتك بتشغل برنامج اللي هو الشوت كات من قائمة ابدأ، بيظهر على هذه النافذة، بتقوم بتحديد المكان اللي هيتم فيه الاخراج اللي هو البروجيكتس فولدر اللي هو المجلد المشروع اللي هيتم فيه اخراج هذا العمل، بتكتب اسم للعمل الفني اللي انت بتقوم بيه او لاسم للفيديو اللي هو البروجكت نيم، اسم المشروع هنسميه مثلا كروما مثلا. ثم بعد ذلك بتختار الريزوليوشن او تخليها اوتوماتيكلي اوتوماتيكس لو انت عايز تسيبها زي ما هي، او تختار الريزوليوشن المناسب. ناخد بالنا كل ما زاد الريزوليوشن وكل ما زاد عدد الفريمات في الثانية الواحدة كل ما زاد الحجم وزادت الجودة. أنا هتركه على هذا النمط. الجزء هنا بيعرض لي أسماء المشاريع اللي أنا عملتها قبل كده، وبعدين بعد ذلك أضغط على ستارت. تعالوا بينا نستدعي المشروع اللي إحنا هنشتغل عليه. هنروح من أداة اللي هي الأوبن فايل من شريط الأدوات القياسي، وممكن من فايل أختار أوبن فيديو. اضغط عليها هيبدا يظهر صندوق حواري، من خلال الصندوق الحواري هنقوم بتحديد او باختيار الشغل او الميديا او الموارد اللي احنا هنشتغل عليها. عندنا دلوقتي هبدا اختار مع حضراتكم هذه الاشياء. لو اخترنا مثلا ادي خلفيه فيديو متحرك بحيث ان انا هركب عليه اسد او طيارة أو تمساح أو ديناصور وخلافه، ده اللي احنا هنركب عليها الأشياء دي، وهقول لحضراتكم انتم ممكن تجيبوها ازاي
بكل سهولة تقدر تجيبها عن طريق جوجل، تعمل بحث في جوجل عن الكرومة، فتبدأ تجيب الصور الخاصة بيك. إذا كانت صور، لو عايزها فيديو ابحث على لور ثيرد أو على الجرين سكرين. وبرضو المهارة ديت في نهاية الفيديو هوريها لحضراتكم. إذا هنختار الفيديو، ثم بعد ذلك هبدأ أختار الشغل اللي أنا عايزه أهوت، وبعدين أقول له أوبن بهذه الطريقة. فهيتم استدعائه في البلاي ليست، والبلاي ليست لما الظاهرة ضغط على شريط الأدوات بدأ يتم استدعائه ويتم عرضه قدام حضراتكم في الميديا بلاير الخاصة بهذا البرنامج. هقوم بعملية إيقاف بالنسبة لها لحد ما تظهر اللي هو الموارد بتاعت الفيديوهات والصوتيات والصور والأغاني اللي أنا عايزها في البلاي ليست. ثم بعد ذلك أذهب إلى التايم لاين. بعد ما أذهب إلى التايم لاين، بعد ذلك هنقوم بالضغط من التايم لاين. ده التايم لاين، إذا ما ظهرش يبقى من شريط الأدوات القياس، تضغط لي على التايم لاين أو من فيو تختار التايم لاين. هنبدأ نضيف مع بعض آد فيديو تراك. بعد ما ضفت الآد فيديو تراك، هنقوم دلوقتي بسحب الفيديو الخاص بحضرتك. الفيديو ده اللي هو الفيديو المتحرك، الفيديو اللي حضرتك قمت بتسجيله، بيكون في حركة وإضاءات وكلام من ده، تمام؟ هنحطه في الطبقة الأولانية. ما ننساش ان البرنامج فري، ما ننساش ان احنا نقوم بحفظ كل كبيرة وصغيرة في هذا البرنامج كلما امكن، لان مفيش حفظ تلقائي. تعالوا بعد كده نتأكد دلوقتي ان احنا في المكان الصح بالنسبة له. ايوة، ابدأ احركه، اجيبه كده في البداية كده، ده الطبقة الاولى. طيب لو انت حبيت تشغلها بتشتغل معاك عادي جدا على هذا الناحو بالموسيقى الخاصة بيها، هتلاقي ان في اضاءة وفي حركة وفي كاميرات وفي كل شيء. هوقفها مع حضراتكم وبعدين اقوم بوضع المؤشر في البداية. بعد ذلك اضيف تراك جديد، ده اللي هيحط عليه الخدع السينمائية بتاعتي. اقول له يا اما اد فيديو تراك يا اما انسرت تراك، اي واحدة فيهم تمام. بعد ذلك قم بتحديده، هي هنا هوت محدد اهوت، وضع المؤشر في البداية. وتعالى بينا نختار، نحط مثلا وليكن ادي الاسد، هنحط الاسد ونشوفه بهذه الطريقة، تمام. ودي عبارة عن صورة، ونبدأ نحركها في البداية كده هوت، ونتأكد انها في اول جزئية، ونحرك المؤشر الخاص بينا اهوت، تمام. يبقى دلوقتي الكرومة بتاعتي هنا عبارة عن صورة، صورة بالخلفية باللون الاخضر، ومحطوط عليها شخص او محطوط عليها احد الحيوانات، ما ركبناش فيديو، تمام. الفيديو هنا المقصود بيه ان بيكون في حركة، حطيناها فين؟ في التراك الاولاني. اما التراك الثاني اللي هو اسفله، ده التراك اللي فيه الحركة وفي مثلا السماء وهي بتتحرك والكلام ده. بعد ذلك هتقوم بتحديد التراك الاولاني اللي هو في الاعلى، هنقوم بتحديده. وتحديده ازاي؟ بيتم وضع خط باللون الاحمر عليه، ثم تضغط لي على فلترز، ومن فلترز تختار اد، ومن اد في الوقت ده دور لي على كروما وخليها كروما سيمبل. شوف كده مع حضراتكم، هجيب لي الفيديو، نضغط على الفيديو ونجيب كروما سيمبل، نشوفها كده مع حضراتكم. ادي بندور عليها، ادي الكونتست، ادي كروما سيمبل، ادي كروما كي سيمبل، ونبقى ضاغطين عليها. هنلاحظ ان هيتم ازالة اللون الاخضر اللي بيحيط بهذا الاسد. لما تيجي حضرتك تشغل، تعالوا بينا كده نشغل كده مع حضراتكم، هيكون هو موجود، الخلفية اللي وراه هتكون خلفية متحركة، وهو ثابت على هذا النمط، تمام. طيب تعالوا بينا نوقفه ونعمل بعض المعالجات. نضغط برضو نهوت على هذه العلامة البداية. ايه هي؟ ان في لسه لون اخضر حواليه، في نهوت بيج لاقة البيج كالر، نهو لاقة الالوان، اجي مختاره، تمام. نرجع تاني اهوت، ونبدأ نعمل عملية، نعمل كده تراجع مع حضراتكم. ادي اندو، تمام. رجعت كذا خطوة، رجعت كذا خطوة مع حضراتكم. هرجع تاني اقوم بوضع هذه الصورة، اختار البلاي ليست، من البلاي ليست هنختار الصورة اهوت، ونقوم ب
ضبطها بحيث انها تكون في البدايه، بيظهر حواليها الهاله باللون الاحمر كده هي محدده. ثم بعد ذلك اضغط على فلتر، ومن فلتر اختار علامه الزائد ديت، ثم هختار الفيديو، ومن الفيديو اختار الكروما، هدور على حرف السي ونختار كروما سيمبل، كروما سيمبل، ونيجي نهوت محركين المؤشر عشان تبان قدام حضراتكم بهذا الوضع. نبدأ بعد ذلك نقلل من الديستانس ديت ونشوف ايه اللي هيحصل. كده زادت، نرجع هنا اهوت، نشوف كده بنزود، كل ما تزود بيبدأ يسحب اللون الأخضر اللي حواليها. لما تيجي بقى تبدأ تشغل الكلام ده، لو كانت صورة ثابتة، لو كانت صورة ثابتة على خلفية متحركة. طيب تعالوا بينا نوقف ونكون في البداية ونلغي الصورة دهيت. اضغط كليك يمين عليها واختار ريموف، وارجع للبلاي ليست، ومن البلاي ليست هختار صورة متحركة، وليكن طيارة، وليكن اهيت، ادي عبارة عن فيديو متحرك بخلفية خضراء بكروما، وابدأ احركها وابدأ اضع المؤشر في البداية اهوت، تمام. هتلاحظوا انها ظاهره بهذا الوضع. ثم بعد ذلك وانا محدد الطبقه او اللير الاولاني او التراك الاولاني بتاع الفيديو، اضغط على فلترز، ومن فلترز اضغط على علامه زائد، ومن علامه زائد اختار فيديو، ومن فيديو اختار الكروما حرف سي، نختار الكروما سيمبل بهذه الطريقه. هتلاحظوا ان بدا ايه لغاها وظهرت وراها الخلفيه المتحركه. ثم بعد ذلك ابدا اكل اللون الاخضر، ان انا اجي في الديستانس دهيت كده تمام. بعد ذلك هذهب الى التاثيرات او الفلاتر، ومن الفلاتر عايز اغير الحجم، هنبدا نختار من فيديو ونختار اللي هي خاصه بعمليه الحجم اللي هو السايز الخاصة بيها، بنبدأ نبحث عنها مع حضراتكم زي ما احنا شايفين اهوت، ادي عملية البحث، عملية البحث بكمل مع حضراتكم عملية البحث، وناخد بالنا ان احنا عايزين نتحكم في الحجم، عايزين نتحكم في الحجم، فهنختار سايز اند روتيشن، سايز اند روتيشن هيتم التحديد بالنسبة لهذا الكائن. أقوم بتصغيره بهذه الطريقة، وأقوم بتحريكه في الموضع اللي أنا عايزه أهوت، تمام. ولو عايز تعمله دوران أو تغيير اتجاه، كل ده هتلاقيها موجود في التأثيرات. ثم بعد ذلك أضغط على اللير الثاني اللي هو التراك الثاني، أقوم بتحديده فيظهر الديناصور بهذا الوضع. أقوم بوضع المؤشر في الأول بهذه الطريقة، ثم أقوم بتشغيل الفيديو مع حضراتكم. هتلاحظوا إن الديناصور هيبدأ يتحرك، الديناصور هيبدأ يتحرك، والخلفية هتبدأ تتحرك بهذه الطريقة، تمام. وبكده يبقى إحنا نجحنا إن إحنا نستخدم مهارة الكروما وكيفية تثبيتها. البعض الآخر هيقول لي أنا مش عارف أجيب فيديوهات او صور بالكروما، اقول لك خش في جوجل، وفي جوجل ابحث عن الكروما واذهب الى تبويب الصور، هتطلع منه صور كتير جدا عليها اشياء مميزه، او ان حضرتك تعملها بايديك، تعمل بايديك تعمل ايه؟ تشتري مثلا مترين قماش باللون الاخضر، يكون اخضر صرف، اخضر خالص يعني، تمام؟ وبعدين تجي حضرتك قاعد وحاطط الستاره باللون الاخضر ديت ورا حضرتك، تمام، وتصور فيديو وتقعد تتكلم. بعد ذلك تيجي جاي فيديو تاني لمثلا برج جزيره او الاهرامات ورا ظهر حضرتك، وتحط الفيديو الاولاني بتاع حضرتك اللي وراك الكروما تحطه في التراك الاولاني، وفي التراك التاني التراك السفلي تحط الايه الاهرامات او العربيات او منظر التلفزيون المصري او المحيط او سفن او حرب او كلام من ده، وبهذا الوضع تيجي ننفذ نفس الخطوات هيديك هذه النتائج المميزة.
لما تيجي حضرتك تقوم عمليه التصدير، التصدير مهم جدا، هتختار اكسبورت، ومن اكسبورت هتختار اكسبورت فايل، ومن اكسبورت فايل هتبدا تكتب اسم للفيلم اللي هيكون امتداده ام بي 4 او العمل او المونتاج الخاص بيك، وتحدد المكان وتضغط على سيف فيتم تصديره، وكده تقدر تعرضه على الناس وتقدر تستفاد بيه وتقدر تظهر مهاراتك ومهارات الكروما. اتمنى ان اكون وفقت في شرح هذه المهاره، وانتظروني في العديد من المهارات الاخرى في هذا البرنامج المميز، برنامج شوت كات. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.